مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. شرح اليوم هو عن تطبيق السناب شات وتحديدا عن طريقة ترويج اللقطات العامة أو الفيديوهات في السناب شات إلى دول محددة، مثلا أمريكا، أستراليا، أوروبا أي بلد، والدول العربية الجزائر، تونس وغيرها أو العراق. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن الطريقة، طالب أن تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس، لايك الفيديو. أنا أول واحد يدخل بهذا الموضوع. في متابع قبل يومين دزلي يريد يروج اللقطات العامة إلى دولة محددة، فبحثت وصلت لكم لهذا الحل. فرجاء رجاء الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، ساعدوني مثل ما ساعدكم. لا تأخذ الفيديو وتروح، أمانة عليك، هذا أحاسبه أمام الله، وأي واحد يأخذ المعلومة وينشرها عنده أحاسبه أمام الله، لأن هذا تعب وجهد وبحث حتى أروج القصة العامة في السناب شات. راح أدخل على السناب شات، وهذا حسابي KJLD 123525. بعدها أنزل إلى قصص العامة. إذا دخلت إلى قصص العامة هنا مثل ما تشاهدون، هاي القصة العامة حتى أعمل ترويج، راح أكبس هنا بالأعلى ترويج. أخذني لهذه الصفحة، هذه الصفحة موجود بها هنا عدة خيارات: مزيد من المتابعين، مزيد من المشاهدات، مزيد من زيارة الموقع الإلكتروني، والمزيد من المكالمات والرسائل. أنا لو اخترت المزيد من المتابعين أروح على التالي. أخذني هنا، قال لي إذا تروج بعشرة أورو أقل ميزانية راح يوصلك طبعا لمدة يومين لازم، وعشرة أورو أقل ميزانية ممكن خمسة أورو، راح نخليها هنا خمسة أورو ولمدة يومين. أنا إما تحب الجمهور التلقائي أو تلقي أنت الجمهور اللي أنت راح ينشر به. فأني مثلا أقدر أختار ألمانيا أو الجزائر وحدها، وألغي ألمانيا. راح تشاهدون راح يوصل إلى 5 مليون المقدر، وجهة نظري كلش مبالغ بهذا الرقم. أو أختار مصر وألغي الجزائر، تختار بلدين أو ثلاثة حسب ما أنت تريد. مصر راح يوصلك بحدود 7 مليون. ولو اختارينا أستراليا وهكذا تقدر تطبق ونحذف مصر، راح يوصل فقط 5 مليون. وجهة نظري ميزة جدا حلوة تقدر تستغلها وتروج إلى اليوتيوب والسناب عن طريق القصص العامة. بعدها تختار الجنس والعمر ونكبس على التالي. وهنا مثل ما تشاهدون استعراض، هنا هذه هي المعاينة والهدف، زيادة من المتابعين وتخصيص، والإجمالي هنا، والدفع والترويج. وظهر عندي الدفع والترويج، تكبس عليه راح ياخذني لهذه الصفحة هنا. ملاحظة: ستفرض أبل رسوما عند لمس إضافة إلى الرصيد 18 أو 8، فلازم أجرب إن شاء الله. راح أنزل لكم فيديو عن طريقة التجربة. وبعد ما تدفع راح يتروج إلى البلدان اللي أنت اخترتها. فهذه هي الطريقة الوحيدة للترويج لبلدان معينة من حسابك السناب. وطبعا لازم أنت تشحن بطاقات أبل أو بطاقات جوجل بلاي وتروج من هناك. نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو واستفادت انسى الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلامة.